القرآن الكريم في فكر الإمام علي عليه السلام. شواهد من نهج البلاغة، تأليف الشيخ سجاد الربيعي. يناقش هذا الكتاب بعض التوصيفات العلوية لكتاب الله سبحانه وتعالى، منها حديثه عليه السلام عن عظمة القرآن الكريم ومن طوى عليه من فصاحة وبلاغة وقوة تأثير في المتلقي، وكذلك أهميته بوصفه كتاب هداية متعبد بتلاوته، فهو كتاب يتحدث بالصدق ويقول الحق، وغيرها من التوصيفات التي جمعها الباحث في كتابه هذا. وقد قام الكتاب على 4 فصول وخاتمة، تحدث في الفصول عن الآثار الغيبية والآثار العلمية والآثار التربوية في القرآن الكريم.